Aslem. Aslem. Mais qui est artiste plasticien, artiste visuel, tout aussi. C'est une expérience en DVD City et Heavy. Bah 2015, on a fait pour 2017. Je suis allé à un projet à Habs en février. Je suis allé à la mémoire des anciens prisonniers à Habs en février. Le projet est cool, installation, circuit, puis un peu deux, trois installations. Ma partie témoignage audio, ma partie archives, mais archives plutôt directement les anciens prisonniers, les romans des dessins, recherche à travers la mémoire de Hamad. À travers les dessins, on m'a chadimé, des ateliers carrément. L'arcade, en fait, je suis dans la 9 avril. Entre temps, on a un personnage, Mohamed Al Nasr. الناس هذا ما تحكي ولا عليه من الأول قلت نخدم قلت لهم نخدم على نخدم على حكاية في غناك عن نفابريل عن نفابريل كبيرة أنا فيلم مش بس أحسن حكاية طبعا وممتوم ما عنديش حتى رتور ما عندي حتى معلومات من عند الدولة مع الإتهام مسكر البيبين على كل شيء حتى في الأرشيف ناسيونال تلقى حد 55-56 بعد بعض عرضت حكاية الناس اللي ضرورة تشبع على الأخر حكاية الحبس هتقول بشوف نخدم على الحبس كل الناس اللي جا حكايته غامضة مش كاملة وفيها بلوزير فيرسيون كل واحد شنو يحكي له ضرورت لي بالحق كيما حكيت الحبس مالا ليجوند نتاع الحبس كيف بالضبط هذيك علاش وليت قلت انا باش نخدم على كل شيء عجبتني برسونج وليت نلوج على البرسونج تاع الناس شنو صار معاه كيفاش صار معاه شكون عارفه شكون ما عرفوش شكون شافه شكون ما شافوش هكا لقيت روحي نخدم في حكايه معناتها اللي هي جيت بالصدفه لقيت روحي 70% من البروجي على هي معناتها علاش vous avez choisi Dream City معناها pour exposer le مش انا اخترت Dream City ما اختاروني هي فتره Dream City يخدموا سيستم تاع كوميسير معناتها كانت تقبل بالابل على بروجي دولت هما كوميسير فما تروا كوميسير في الحكاية هما اللي يختاروا الزارتيست الزارتيست اللي بشي يخدموا معاه هكا هو كانت الاكسبيرونس تاع 2015 كانت ناجحة عاونا بور 2017 حكيت لي زونسيان بريزوني تاع فابري حكيت الحكاية خاطر اللي خدمت معاهم كلهم المدينة يقول لك نحس روحي في حومتي بس هو الحبس هذاك حومتي نحس روحي براني ونحس روحي كذا خاطر قفتو تجي ديما على خاطر دارهم في جنوب بغداد ديما الزيارة موجودة ديما خاطر مش كيما بنت ملوحة في الناظور ولا في الهوارب ولا ما كانش شكون باش يخلط لهم فوالا ما كاستينغ ما شكون نجم نخدم خدمت معاهم حاولت خاطر ما نجمش نكبر البروجي برشا ما عادش نجم كونترولي على الحكايه لازم الناس نكونترولي وخاطر زاد المعامله معاهم هي سهله برشا ما تعبتش دا تفعل شي 20 ولا 25 سنه معناتها فريمون مساكن ما تنجمش اخترت شكون اللي نجم نتعامل معاهم علاش نفبريل نفبريل خاطر قعدت لي نجم تاعهم ملي انا صغير تحت لما كنت محافظ قعدت لي مجرد قعدت لي مجرد دونك قلت لازمني نرجع لها وجو ليكسبلور باغ مي خاطر ليماج نتاع الباب الازرق انا في الريف ما نسيرش بالقفوف نتاعها وكل شيء ما نجمش نحيا قعدت ملي وكل مره نقول باش نخدم كل مره نقول باش نخدم كل شيء فوتت فرصه مع دريم سيتي ولا تخدم